يا سلام، تعرف انا حاسس بايه دلوقتي؟ انك اسعد انسان في العالم. طبعا طبعا دي حاجه مفروغ منها يا حبيبتي، انما جنب كده بقى حاسس ان انا كنت بحارب مش بتجوز. محسن ما تبالغش زي عوايدك. هدى ما تنسيش زي عوايدك. انا ما بنساش ابدا. طيب افكرك. فكرني. الاول حاربت لحد ما تفهمنا وحبينا بعض، صح؟ صح. وبعد كده حاربت لغايه ما عيلتك رضيت بيا. واديك كسبت الحرب واتجوزنا. لا يا شيخة، بالبساطة كده نسيتي معركة الشبكة والمهر، نسيتي معركة الجهاز، نسيتي معركة تأجير الشقة دي. وفيها ايه يعني؟ هو انا ما استاهلش ده كله؟ لا يا حبيبتي تستاهلي ونص. امال ايه اللي مضايقك بس؟ لا يعني لازم الجواز يكون اسهل من كده. المفروض ان الواحد بيبقى فرحه لازم يبقى اسعد انسان في العالم، مش اتعب انسان في العالم. ما تخافش هنسيك كل التعب، بس اديني فرصة. أنا أديك عمري، أديك حياتي، أقول لك أديكي ثروتي كلها. اتفضلي. يلا 5 جنيه بحالها أهي. محسن. ها؟ هي دي كل اللي معاك؟ لا طبعًا، في عريس في الدنيا يبقى في جيبه 5 جنيه بس؟ اتفضلي. اتفضلي. 5 تعريفة كمان أهو. إحنا مش اتفقنا تمسك إيدك وتبطل مع زايد فلوس؟ أه خلاص. من بكره هبتدي افتح دفتر توفير. واتفقنا مفيش خروج ولا سهر وتقعد تحضر في الماجستير؟ من بكره هبتدي شغل في الماجستير. واتفقنا مفيش عيال قبل 5 سنين. من بكره. من بكره ايه؟ من الليله مفيش عيال. انا بتكلم جد ما بهزرش. لا ده انت تعتبرين ان انا كنت بهزر في كل اللي فات الا دي. انا موافق مفيش عيال قبل 5 سنين. يا عالم يا عالم، في عريس في الدنيا يبقى في جيبه 5 جنيه ويفكر يجيب عيال؟ شوفي الايام فاتت بتجري. انا مش مصدقه، معقول بقالنا سنه متجوزين؟ هقول لك اعتراف خطير جدا، انا لسه بحبك. حاجه طبيعيه. طبيعيه؟ طبيعيه ازاي؟ انا راجل بتاع احصاء، والاحصائيات العالميه بتقول ان الحب بينتهي بعد 6 شهور من الجواز. بس احنا حبنا عمره ما هينتهي حتى لو فات عليه 60 سنه. تبقى حاله نادره، استثناء من القاعده. فكريني يوم الجمعه الجايه ساعه الصلاه تبقى تبخرينا لحسن بعدين يحسدونا. تعرف ان ماما قالت لي اعملها؟ تعمل ايه؟ ابخرك ساعه الصلاه. طب ما عملتهاش ليه؟ ايه ده يا محسن، ده انا ما بصدقش طبعا في الحاجات دي. هدى بحق مش كان يصح برضه تعزمي مامتك وباباكي واخواتي البنات ونعمل ايه؟ ده؟ ايه هو عيد جوازنا ولا جوازهم؟ دي مناسبه خاصه محدش ليه دعوه بيها ابدا الا انا. لا انت انانيه مادام بحبك.
ضرورة بقى أنا نايم. ايه عنك انت عنك. لا يا قطه لا. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكي مستريحه، اشيل انا. والنبي يا محسن تفوت على المصلحه بكره وتطلب لي اجازه مرضيه. حاضر. اسمع، اداره المستخدمين بتاعتنا في الدور الاول. يا ستي عارف هي دي اول اجازه بطلبها لك؟ ده انا خلاص بقيت زبون عندكم. طب وبتتريق على ايه؟ لا ابدا، بس متهيألي ان اهتمامك بشغلك قل شويه عن الاول. ما انا لقيت حاجه تانيه اهم. انا مش قادر افهم ايه اللي خلاهم يستعجلوا. مين دول؟ بنتك والاستاذ محسن. ملحوقين على الخلفه كده ليه؟ الله يا كامل، انت كل شويه هتفتكر الحكايه دي. مش بنتنا؟ انت عاوزاني ما افكرش فيها وفي اللي هيجرى لها؟ هيجرى لها كل خير باذن الله، بس ريح نفسك انت. هما مش كانوا متفقين ما يخلفوش قبل 5 سنين؟ ايوه. طيب فهميني بقى، بسلامته رجع في كلامه ليه؟ مش يمكن هدى هي اللي رجعت في كلامها؟ لا يمكن، دي بنتي وانا عارفها كويس، ما تقولش كلمه ترجع فيها ابدا. بذمتك يا كامل، انت فرحان ولا زعلان؟ فرحان طبعا، انا نفسي ومنى عيني اشوفهم ولادهم النهارده قبل بكره. امال ايه اللي منرفزك؟ صعبانين عليا، دول مش قادرين يعيشوا بطولهم، اللي هيجيبوها دي هيصرفوا عليها منين؟ هدى بنتي عاقله وهتعرف تدبر نفسها كويس. انا واثق من هدى ومطمن، انما اسم محسن ده انا مش مطمن له خالص. انا متهيألي مش قد مسؤوليه الجواز. والنبي تحسب كمان مره يا محسن. حسبتها كمان مره. طلعوا كام؟ حوالي 40. 40 جنيه ليه؟ الدكتور طلب 15 جنيه، والمستشفى 15. وقولي كده بالراحه 10 جنيه ادويه ومصاريف تانية يبقوا 40. ما كنتش فاهمه ان الولاده غاليه بالشكل ده. يا ستي اشمعنى دي يعني اللي هتبقى رخيصه؟ طب ده احنا ما معناش غير 20 جنيه بس. هنجيب الباقي منين؟ مفيش غير حل واحد. اطلبهم من بابا. ايه هو اللي تطلبيهم من بابا؟ احنا لو عملنا الحكايه دي مره هنستحلاها ونعملها كل شويه. امال هنعمل ايه بس؟ زي كل الناس ما بتعمل، نستلف. هنستلف؟ اه. ليه؟ هو احنا كنا خلصنا الاقساط اللي علينا لما نزودهم قسط السلفه كمان؟ والله بقى هو ده الحل اللي في ايدي، مش عاجبك فكرينا انت في حل غيره. بقول ايه يا محسن؟ هو مش احمد صاحبك بيحضر ماجستير زيك؟ ايوه. طيب واحمد اشترى المراجع اللي انت اشتريتها ولا لسه؟ لا لسه ما اشتريهاش. ليه؟ لا كنت بقول يعني. قصدك ابيع المراجع لاحمد؟ يعني. طب واشتغل في الماجستير ازاي؟ اجلها شويه. ايوه بس ده ما كانش رايك زمان. ده انت اللي اقنعتيني بحكايه الماجستير دي وجاي دلوقتي بتقولي لي اجلها؟ سنه واحده بس لحد ظروفنا ما تتصلح. يعني اديك شايف احنا مربوكين ازاي. انت اللي بتقولي لي الكلام ده دلوقتي يا ست هدى؟ ايه رايح على فين؟ ها؟ هروح اكلم احمد في التليفون. محسن اخوك كان عندي النهارده في المكتب. ليه؟ ابدا، موضوع بسيط كده. وكلمته؟ لقيته متضايق ما رضتش. ما قالكش متضايق من ايه؟ الظاهر مشاكل عائليه بينه وبين هدى. لا يمكن، ده مفيش اتنين بيحبوا بعض زيهم. بصراحه كده اللي كان يشوف حاله اخوك وهو قاعد معايا كان يخاف يتجوز. يا فندم يا سي احمد، انت بتدور لك على حجه ولا ايه؟ اخص عليك يا ناهي، انت لسه مش متاكده من شعوري ناحيته. بتقول انك خايف من الجواز؟ هو فيه راجل في الدنيا ما بيخافش من الجواز؟ لكن كل الرجاله بيتجوزوا. انت اللي غلطان يا محسن، حد قالك تخلف بسرعه دي؟ يا ناس حرام عليكم. حمايه يقول لي استعجلت، واحمد يقول لي استعجلت.
وانت كمان تقولي لي استعجلت. مش هي دي الحقيقة؟ لا مش هي دي الحقيقة. ها هدى هي اللي صممت. بعد شهر واحد من الجواز بدأت تزن على دماغي. لازم نخلف يا احمد، لازم نخلف. البيت ناقصه عيال يا محسن، البيت من غير عيال ملوش طعم يا محسن. يبقى ذنب ايه انا بقى؟ يا سيدي يا سيدي ما تنفعتش للدرجات. رغبة هدى دي رغبة طبيعية والواحد لازم يعذرها فيها. ما هو علشان كده انا سكت يا ابراهيم. انما اللي انا مندهش له الموضة الجديدة اللي طلعت لي فيها ليان دي. موضة ايه؟ استهترها في شغلها، كل يوم والتاني تطلب اجازة. الاول افتكرت انها تعبانة من الحمل، لكن بعد كده اتاكد لي انها ابدا الشغل بالنسبة لها بقى هواية. تشتغل ما تشتغلش مش مهم. اصلها لقت حاجة تانية اهم. ايوه هي بتقول لي كده برضه، كل ما الفت نظرها لشغلها تبص لي كده وتضحك وتقول لي اصلها لقيت حاجة تانية اهم. احمد ربنا يا محسن ان مراتك بتحبك للدرجة دي. حاضر. اديني حمد وساكت. غلط. ايه هو اللي غلط؟ غلط انك تفضل ساكت، لازم تتخانق انت وهدى. ابراهيم خلي ارائك دي لنفسك. اسمع كلامي واتخانق، الخناق مهم جدا في الحياه الزوجيه. بس انا بحبها وهي بتحبني. ما هو عشان كده بقى لازم تتخانق. انما طول ما انت ساكت كده وكاتم في نفسك وهي كاتمه في نفسها هيجوا تنفجروا في بعض، وساعتها بقى ربنا يستر. روح لمراتك يا محسن قبل ما اخسر لك عقلك. يلا روح. سيبك من كلام اختك واسمع كلامي انا، جرب مره واحده بس واتخانق، ده مفيش ألذ من خناق الحبايب. البنت صحتها مش عجباني ابدا يا هدى. نبي يا ماما انا غلطت من ساعه ما برجع من الشغل وانا مفيش حاجه ورايا الا هي. طول ما انت سايباها مع الشغاله الصبح عنايتك بيها بعد الظهر مش هتجيب نتيجه. قلت لمحسن نجيب البنت تقعد مع حضرتك. مرضاش. مرضاش ليه بقى؟ بيقول ان بابا عصبي مفيش داعي نتعبه بهوستها. ده حتى ابوك يحب فيفي زي ما بيحبك واكتر. لا يمكن يا بنتي هيتضايق منها. انا هكلم محسن. ملوش لزوم يا ماما، انا بفكر اسيب الشغل. تسيب الشغل وهتعيشوا ازاي؟ شوف يا ستي، ها لو حسبتي أجرة الشغالة والمواصلات والهدوم كمان اللي بستهلكها هتبص تلاقي ما بيفضلش من ماهيتي غير 10 جنيه بس. وماله يا بنتي؟ هم يسدوا جانب برضو. احنا علينا اقساط اكتر من 10 جنيه في الشهر، وكلها شهرين ويخلصوا، وساعتها اقدر اقعد في البيت. وجوزك عارف؟ هقوله في الوقت المناسب. انا مش موافق. ايه؟ مش موافق؟ اقدر اعرف ليه؟ ايه مالك اتخضيت ليه كده؟ قصدي اقول لك ان انا مش موافق تتجوزه بالسرعه دي. اه امال انت رايك ايه؟ اسمع يا احمد، انت صديق عمري وناهد تبقى اختي. يعني لازم تفهم ان الكلام اللي هقوله لك ده لمصلحتكم انتوا الاثنين. مفهوم يا محسن. ولازم تعرف كمان ان لو كان والدي ووالدتي لسه عايشين كان الوضع اختلف. يعني انا مسؤول دلوقتي عن ناهد مسؤوليه مضاعفه. ودي كمان مفهومه يا محسن. عال رايي بقى يا صاحبي انكم تتخطبوا وتستنوا سنتين، تكتبوا الكتاب وتستنوا كمان سنتين، وبعدين تتجوزوا. يا دين النبي، نستنى 4 سنين؟ عشان تفهموا بعض. انا حبيت هدى قبل الجواز 5 سنين، وبعد ما اتجوزتها اتاكدت ان انا كان لازم احبها 10 سنين قبل ما اتجوزها. احنا فاهمين بعض كويس قوي يا خي. وعشان قعدت معاها هنا قعدتين ولا بيت امين اختي كم مره يتقال لكم انكم خلاص بقيتوا متفاهمين. اصلي في الحقيقه يعني في الحقيقه ايه؟ انا وناهد يعني طب خلاص فهمت. انا برضو قلبي كان حاسس انكم انتوا الاثنين يعني ايه؟ انت زعلت يا محسن؟ اقسم لك بالله وبشرف اني بحترم. بس هو انا ما عرفت النهارده ولا ايه؟ ده انت صديق عمري يا راجل. بس خلاص ولا تحلف لي ولا حاجه. ما دام انتوا الاثنين يعني انا كمان ما عنديش مانع يعني. شكرا قوي يا محسن، والله العظيم ده انا عريس لقطه. عارف يا احمد، عشان كده هعمل لك تخفيض 50%، يعني تقدروا تتجوزوا كمان سنتين بس. انا ابتديت اشك دلوقتي ان محسن مش مستريح مع هدى. جبت الكلام ده منين؟ ما هو لو كان مبسوط في جوازته ما كانش قال لاحمد استنوا 4 سنين كمان. هو مش محسن عملكوا اوكازيون وخلاهم سنتين اتنين بس؟ وايه الداعي نستنى سنتين بس؟ عشان تفهموا بعض. يا دي نفهم بعض، نحلف لكم بايه بس عشان تصدقوا اننا فاهمين بعض؟ ابراهيم. نعم. احنا بقالنا متجوزين قد ايه يا ابراهيم؟ بقالنا 7 سنين. وقعدنا قد ايه مخطوبين؟
سنة ونص. كويس. تفتكر نقدر نقول على نفسنا إن إحنا فاهمين بعض كويس؟ طبعاً لا. كويس. تفتكر نهد واحدة يتجوزوا إمتى؟ شوفي بقى، أنا من رأيي أنا شخصياً يتجوزوا من بكرة الصبح. إيه الكلام ده؟ ما أنا هقولك أنا، ما هما مهما حاولوا يتفاهموا ويتفقوا قبل الجواز هيبصوا لقوا نفسهم محتاجين يقعدوا يتفاهموا من أول وجديد بعد الجواز. مساء الخير يا هدى. محسن، انت ما نسيتش حاجة؟ العنب والكمثرى هم، انت طلبت حاجة غيرهم؟ هو ما فيش في عقلك غير العنب والكمثرى؟ ها؟ الله حقك عليك، ما كنتش بتنساها زمان. حقك عليا يا ماما. ايه اللي بتعمليه ده يا هدى؟ باكل في الشقه. الساعه 9 بالليل؟ امال البنت شغاله فين؟ خرجت. الله، طب ما تستني لما ترجع، مستعجله على ايه؟ انا قصدي خرجت خالص، طردتها يعني. ليه بس كده يا هدى؟ مالكيش حق. جننتني يا محسن، جننتني. طب استحمليها بس عشان خاطر نيفين يا هدى. طيب معلش، واقعد بس كده هوت وروق وهدي نفسك. ايه يا هدى ده؟ ده وقت عواطف. محسن. نعم. أنا حاسة إني مش متجوزة. نعم؟ مش حاسة إنك متجوزة ليه؟ إيه اللي ناقصك؟ ناقصني إني نبقى لي بيت. الله؟ أمال بيت مين ده؟ بيت الشغالة. هي اللي بتعمل فيه كل حاجة، هي صاحبته، وأنا زي ما أكون ضيفة فيه. عندك يا ستي كل يوم من الساعة 2 لغاية تاني يوم الصبح الساعة 8، اتصرفي بيتك زي ما تحبي. يا محسن، ما انا برجع من الشغل تعبانه، ببقى مش قادره اعمل حاجه ابدا. هي اللي بتربي البنت، هي اللي بتشوف حاجاتك، هي اللي بتعمل. بص الكلام، عايزه تسيبي الشغل ها عشان خاطرك انت ونيفين؟ والله انا ما طلبتش منك انك تتفرغي لي، انا مستريح كده. لكن انا مش مستريحه كده هدى. الموضوع ده الراي الاخير فيه هيكون ليك انت، انما انا مش موافق. ما تبقاش وحش كده امال، خليني اقعد في البيت وانا حاسه انك مش زعلان. لا انا زعلان. اسمع كلامي واتخانق، الخناق مهم جدا في الحياة الزوجية. هدى. نعم يا حبيبي. لا مفيش يا حبيبتي، تصبح على خير يا حبيبتي. تصور يا احمد، بعد ساعة واحدة بس ابراهيم قدر يقنع محسن اننا نتجوز على طول. احنا لازم نعمل تمثال لابراهيم جوز اختك ونحطه في اوضه الصالون بتاعتنا. اعمل حسابك ان محسن برضه وافق غصب عنه، يعني لو حصل بينا اي حاجة هيشمت فينا. وهيحصل ايه بس بينا لا سمح الله؟ ده مفيش اتنين فاهمين بعض زينا انا وانتي. عشان نفضل متفقين على طول يبقى لازم من دلوقت نتفق على كل كبيرة وصغيرة. انا تحت امرك. تحب نجيب ورقة وقلم ونكتب كل حاجة علشان ما فيش حد يرجع في كلامه؟ أنا ما بنساش حاجة أبداً. ولا أنا. عال. طبعاً أنت موافق إني أستمر في شغلي بعد الجواز. طبعاً. وأنت بعد ما تاخد الماجستير هتاخد الدكتوراه. طبعاً طبعاً. وعشان ما نرخمش نفسنا نستنى 3-4 سنين وبعدين نخلف. يا سلام يا سلام على عقلك. أنا تعرفي أنا لو دورت في مصر كلها ما ألاقي واحدة زيك أبداً. محسن محسن محسن، فاضي دقيقة؟ بعدين يا هدى، بعدين. دقيقة واحدة بس. شايف الشغل اللي في ايدي يا هدى؟ المدير العام عايز المذكرة دي بكرة. هعطلك نص دقيقة. افندم. بص يا سيدي اهو، ايه رأيك في الموديل ده؟ حلو. طب ده حلو برضه. استنى اهو ده برضه حلو. يعني اعمل انهي فيهم؟ اللي يعجبك. يا سلام عليك يا محسن، هو انا جاي اسألك عشان تقولي اللي يعجبك؟ انت رأيك ايه؟ فصلي ده. النص دقيقة لسه ما خلصتش. اعمل حسابك الفستان ده عايزة افصله على كتب كتاب نادر. هدى. نعم. المذكرة دي لو خلصت المدير العام هيصرف لي 20 جنيه مكافأة، هديكي منهم 10 جنيه تفصلي بيهم الفستان. حلو. سيبيني اشتغل بقى. والباقي؟ الايه؟ الباقي. الباقي؟ اه.
الباقي هشتري بيه المراجع، ولا عايزاني أجل الماجستير كمان سنة؟ المرة دي وخلاص، وحياتني بيه، وحياتني بيه، آخر مرة هقول لك أجلها. الفستان وهتفصليه، عايزة إيه تاني؟ هو معقول يا محسن يا حبيبي أروح كتب كتاب أختك من غير جزمة ولا شنطة صوري؟ لا غلط. أحسان يا أحسان، وطي صوتك، البنت نامت. هدى فين؟ روحت. وطبعا خدت معاها الشغالة زي كل مرة. أيوة، أنت كنت عايز حاجة؟ كنت عايز السجاير من تحت. طب والنبي تنزل تجيبها أنت يا كامل. فهميني إيه الحكاية؟ كل يوم والتاني هدى تجيب بنتها تسيبها عندنا، وهي مروحة تاخد الشغالة بتاعتنا تقعد عندها كام يوم. أنا بدي أفهم هدى ملخومة في إيه؟ الست ما قالتلكيش رايحة فين؟ هي قالتلي لو اتأخرت أبقى أحضر لك الغدا. طيب، روح حضري لي الغدا. ما هو ده الأكل. إيه ده؟ جبنة بطيخ؟ ما أنا ما بعرفش أطبخ يا أستاذ محسن. طيب، لما تيجي الست قولي لها إن أنا هتغدى بره. واول امبارح رحت عند خالتي. تحب اقول لك الاسبوع اللي فات خرجت كام مره؟ ما انا بتضايق من قعده البيت. هو انا اللي قلت لك اقعدي في البيت؟ ايوه، امسكها لي بقى. كل ما تتضايق من حاجه فكرني باني سبت الشغل وقعدت في البيت. انت صحيح سبت الشغل لكن ما قعدتيش في البيت. انا ما بقتش اشوفك يا ست هانم. ايه ست هانم؟ محسن، ايه اللهجه دي؟ والله هي دي اللهجه اللي تتفق مع تصرفاتك. كل ده عشان خرجت كام مره؟ لا، كل ده عشان انا اللي خاف فيكي. هي دي العيشة اللي كنا بنتمناها؟ هي دي الحياة اللي كنا بنحلم بيها؟ طيب ناقصك ايه بس؟ ناقصني ايه؟ ناقصني حاجة بسيطة خالص. انت يا ست هاني. يا ناهد يا ناهد يا ناهد، حرام عليكي، الفيلم زمانه ابتدى. خلاص اهو يا احمد. اوه، كل ده بتلبسي؟ انا ما خدتش غير 5 دقايق بس. على حسب ساعتي بقالك 50 دقيقة. عطلنا انت بقى وبعدين قولي انت السبب. الله، ايه اللي انت لابساه ده؟ فستان. هيكون ايه يعني؟ ما انا عارف انه فستان. مال وصاير كده ليه؟ ما انا طول عمري بلبس الطول ده. ابدا، ما عندكيش ولا فستان بالقصر ده. انت اللي ما بتاخدش بالك بس. لا، ده انا واخد بالي كويس قوي. بذمتك واحنا مخطوبين كنت بتلبسي فستان زي ده؟ لكن احنا دلوقتي متجوزين. هو الحال اتشقلب ليه؟ قبل الجواز كنت حره تلبسي اللي على كيفك، لكن دلوقتي انا كرامتي ما تقبلش. وكرامتك مالها؟ امال دي الفستان مش خارج الا لما تغير الفستان ده. قوم بينا نروح له. نروح لمين؟ لأحمد ولا المحسن؟ الاثنين. خليكي قاعدة زي ما انت. دي هدى كلمتني وهي مش قادرة تحوش دموعها. وماله، العياط مفيد للعينين. أنا حتى لما عينيا بتوجعني شوية بقعد في أوضة لوحدي عيط عينيا تخف على طول. ونهد كانت عاوزة تسيب بيتها وتيجي بات عندنا. تشرف ومال، أهلا وسهلا، الأوضة مفروشة وجاهزة. يا برودك يا أخي. خليكي باردة أنت كمان زي كده. اتنين وبيحبوا بعض. لا مفيش ألذ من خناق الحبايب. هدى، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ببخرك يا محسن. بتبخريني؟ يا خسارة، حتى عقليتك اتغيرت، بقيتي بتصدقي في البخور كمان. اصل ضرورة حسدنا. هو احنا عمرنا اتخانقنا ابدا؟ احنا اتخانقنا علشان انت اتغيرتي، مش عشان احنا اتحسدنا. اتغيرت في ايه بس؟ بقى انت هدى بتاعت زمان. والله العظيم انا متهيألي ان انا غلطت واتجوزت واحده تانية. وهو انت ما اتغيرتش؟ انا؟ افتكر كده، اخر مره قلت لي فيها بحبك كانت امتى؟ ها؟ اخر مره كانت زمان. كنت بتقولها لي كل ساعة كل دقيقة. ما انت عارف ان انا بحبك يا هدهد. طب هقولها لك ليه؟ ها؟ ليه؟ افتكر كده، بقالك قد ايه ما قلتليش تعالي نسهر بره سوا؟
وشغل يا حبيبتي، ما انت عارفه ان انا مش فاضي بعد الظهر خالص. ايوه زمان كنت بتفضلي، اشمعنى دلوقتي ما بتحاولش تفضل ايه؟ ما هو كل ده عشانك انت ونيفين يا حبيبتي. افتكر كده من ساعه ما اتجوزنا جبت لي كام هديه. هو انت مخليه حيله فلوس عشان اجيب لك هدايا؟ طب خلاص ما تقولش بقى ان انا بس اللي اتغيرت. هي دي طبيعه الحياه الزوجيه، الزوج والزوجه بيتغيروا بعد الجواز. لكن يظهر ان الست هي اللي بتتغير اكتر. ضروري، اصل الست زي القمر، ليها وش حلو جميل ومنور بنشوفه قبل الجواز، لكن بعد الجواز بنشوف الوش التاني. مش على طول، شطارة الستات ان هما بيورونا الوش ده شوية ويورونا الوش ده شوية، ولولا كده ما كانش في راجل يستحمل الجواز. ودي عيشة ايه دي؟ هو الواحد هيفضل طول عمره يتخانق؟ وليه يا اخي انت بتسميه خناق؟ ليه ما تسميهش تفاهم؟ كل ما تحس انت وناهد انكم اتغيرتوا شوية، خدوا بعض وقعدوا مع بعض شوية وشوفوا ايه التغيير ده وسببه وحاولوا تتغلبوا عليه. وانا فاضي الوجع الدماغ ده؟ طب اسمع، جاوبني بصراحة. انت مش بتتعب عشان تريح ناهد؟ طب هي كمان مش بتتعب عشان تريحك ولا لا؟ الحقيقة حقيقة؟ خلاص، ادام يا اخي وادام هي بتتعب علشانك لازم تديها الحق هي واخرى انها توجع دماغ حضرتك. الجماعة دول هيطفوا الشمعين. انا مالي، بتخليني انا ليه؟ هو عيد جوازنا ولا عيد جوازه؟ عايزين نروح. محسن أيوة. والله يا عايزك في حاجة مهمة لو سمحت. ناهد، مش هتقوم تطفوا الشمع ولا ايه؟ تعبناكم معانا يا أمينة انت يا أبي إبراهيم. كل سنة وانتم طيبين يا ناهد. كنت عايزة عيد جوازكم يعدي من غير ما نحتفل بيه وانتم زعلانين. يلا بينا يا جماعة، يلا يا أحمد يا محسن، يلا يا جماعة تعالوا يلا بينا. يلا كل سنه وانتم طيبين، استنوا على مالهم. يلا يا مبروك، الف مبروك. كل سنه وانتم طيبين. بسالي بسالي بسالي. احمد كان عايزك ليه؟ لا ولا حاجه، بس كان عايز يرجع لي المراجع، عايز يبيعها لي، هيأجل الماجستير كمان سنه.